اهلا بكم مشاهدينا الكرام في التاريخ يتحدث. تحدثنا في الحلقه الماضيه عن الاحياء العلمي الذي تولت مدرسه صعده الجزء الاكبر منه الى جانب مدارس ومكتبات ومراكز علميه كثيره في صنعاء وفي حجه وفي خارج اليمن حتى كما هو كان يعني مؤسسه الامام زيد وغيرها. ويعني الضخ إلى هذه المدارس بالتراث الإمامي والبناء على منواله طبعا هذه الفكرة بدأت هذا يعني منذ بداية الثمانينات لكن منذ عام عندما قامت الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990 والتي اقترنت بقيام بالحرية السياسية والفكرية والسماح للتعددية الحزبية هنا انتقل التيار الإمامي إلى مرحلة جديدة يعني استفاد منها بشكل أكبر وعاد ترتيب أوراقه وظهرت أفكاره بشكل أوسع وأكثر طبعا نحن هنا لا نؤرخ للأحداث يعني مجردة وإنما نحاول تتبع الفكرة وكيف تم إحياؤها لأن الإمامة كما قلنا منذ بداية هذه الحلقات هي فكرة قبل أن تكون دولة أو إطار سياسي معين طبعا كانت صعدة مثلما بدأت يعني للأئمة مركزا للإمامة كانت كذلك في عملية الإحياء هي التي تولت أو يعني إحياء الفكر الإمامي وعند بعد قيام الوحدة يعني نشأت التعددية الحزبية فتداعى عدد من رموز الامامه وعلماءها ودعاتها وقرروا ان يؤسسوا حزبا. طبعا يعني هذا الحزب الذي تاسس ضمن التعدديه الحزبيه وهو حزب الحق كانت الهيئه القياديه فيه بحسب يعني التراتبيه يعني التي كانت من قبل يعني كان رئيس الحزب هو مجد الدين المؤيدي. وهو كان الرجل الاول في الهادويه او الزيديه. طبعا مجد الدين المؤيدي كما يقولون هو كان الامام يعد الامام في العصر طبعا هم لا يعترفون بالجمهوريه يعتبرونها حاله اغتصاب يعني على الامامه لكن عندهم الامام حتى يصبح اماما حقيقيا يجب ان يشهر سيفه، ان يخرج على الناس شاهرا سيفه، اي ان يدعو الى المواجهه. طبعا من خلال كتب مجد الدين المؤيدي يعني وتم إحياء التراث بالكامل لكنهم كانوا يرون أنهم مستضعفين وكانوا يبشرون أنه سيأتي الوقت الذي يعود الحق لأهله تأسس الحزب يعني وكانت يعني مع الوحدة مع الحزب الاشتراكي كان هناك تحالف في مع يعني كانت الحركة الإسلامية مع النظام القائم آنذاك ثم انفصلوا إلى تجمع اليمني الإصلاح والمؤتمر وظلوا متحالفين ف تأسس هذا التيار يعني يعني تأسس حزب الحق وكان رئيس الحزب هو مجد الدين المؤيدي ونائب رئيس الحزب بدر الدين الحوثي يعني وهو الرجل الثاني في تراتبية يعني العلمائية كما سموها وتراتبية يعني الحركة الإمامية والأمين العام كان أحمد محمد الشامي ثم في الهيئة العليا كان محمد بن محمد المنصور وحمود عباس المؤيد والكبسي وثم مجموعه من الشباب الذين تولوا بعض الدوائر كحسن زيد ومحمد المقالح واخرين لكن هؤلاء كانوا هم المرجعيات وكان التحدي الذي وقف امامهم في تلك الفتره ما هو الموقف من الديمقراطيه تخيل انه منذ بعد ما قم ما بعد قيام الثوره حتى في 62 حتى عام 90 لم يكن لهم موقف فقرروا مثلا بعض بضغط من بعض السياسيين انه يصدر موقف يكون لهم موقف من الامامه فصدر بيان من حزب الحق يعني تقريبا في 91 طبعا هذا البيان يعني تناوله كثير للاسف حتى من الدارسين تحت الضخ الامامي الذي اعتبروه فلته من فلتات الزمن، ويعني ودليل الاجتهاد والتجديد داخل الحركه الهادويه والزيديه. هذا البيان يتحدث عن الامامه بطريقه مراوغه، يعني الحقيقه لم يكن هناك تخلي عن الامامه ولا يعني لانهم يعني الحقيقه البعض يقول يعني هناك ألم يكن أهل السنه يرون الإمامه في قريش وما إلى ذلك، الفارق هنا أن السنه وإن قالوا أن الإمامه في قريش يرون الإمامه بكلها ليست من أصول الدين وبالتالي لا يرون هذه الشروط كلها شروط الإمامه بأسرها لا يرونها شيئا مقدسا أو ضروريا يعني الخلافه العثمانيه تمسكوا بها العلماء السنه بل بعضهم يحن لها إلى اليوم ولم يكن العثمانيون عربا حتى يعني وبالتالي لم لم يتشبثوا ولم نسمع عالما سنيا يقول ان لا تصح ولايه العثمانيين لانهم ليسوا من قريش ولم يقولوا عن دول اخرى تولت وليسوا من قريش يعني وليسوا حتى عرب تولى المماليك تولى يعني وبعضهم ليس فقيها ولا مجتهدا ولا كثير من الشروط لأن المسألة ولهذا كان هذا المدخل النظر إلى الإمامة على أنها من قضايا الفروع هو الذي جعل كثير ممن تخرجوا من المدارس السنية يستوعبوا بسرعة الفكرة الدستوري والديمقراطية الذي أتى من الغرب ومحاولة تبيئته ولم يجدوا موانعا كثيرة يعني لأخذ ما يعني وسائل النظام المعاصر ودمجها وتبيئتها في البيئة الإسلامية على عكس ما ما هو عند الهادوية حتى في الاثنا عشرية رغم أنهم سدوا الباب وهم يرون الإمامة من أصول الدين وجعلوها يعني انه لا يجوز حتى يخرج الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الذي هو في السرداب، لكن لما راوا مثلا جاء الخميني بنظريه ولايه الفقيه قال الفقيه يتولى وهنا اشكاليه لانهم جعلوا ولايه الفقيه الفقيه ياخذ صلاحيات المعصوم يعني ولهذا كانه معصوما لكن مع ذلك لم يشرطوا أو يشترط أن يكون من البطنين، لكن الهادوية على الخلاف، أولا جعلوها من أصول الدين، وثانيا استمرت تحكم وتصارع الدولة المركزية في اليمن وتحكم هنا أو هناك، ظلت متواجدة ولذلك لم تكن دوافع التجديد قوية حتى وقد سقطوا في 1962 يعني الحقيقة كان هناك مصالح يعني النظرية ليست مجردة أنها للحكم يعني هي تقوم على يعني اساس كبير من نظريه الاصطفاء الالهي توجب المحبه والموده وتقديمهم قدموهم ولا تقدموا عليهم وخذوا منهم علمكم يعني ايضا الا تلجئوهم الى الصدقه وانه وجوب يعني ولهذا تجد حتى في المناطق التي كانت سنيه هناك الاوقاف لهم هناك الخمس هناك يعني البر بهم لانهم يعني ولهذا كانوا مستفيدين يعني تصور انه إلى اليوم وهناك وقف لذرية الهادي يعني لا يوجد أحد لا تزال أوقافه بعد ألف ومئة عام حتى هذه اللحظة وهم باسمه يستثمرون أموالا في صعدة وفي غيرها يعني كان من الصعب أن يتخلوا عن هذه المصالح بهذه السهولة لمجرد أن قامت الثورة فهم وإن سقطت الدولة وسقط منهم الجانب السياسي ظلوا يحافظون على ما أمكنهم محافظة من التقديس والهالة والأموال وطاعتهم والجوانب الأخرى في العلم وفي وما, وما إليها فعندما جاء تحديث الموقف قالوا يجب أن نظهر بموقف وبيان سياسي فجاءوا ببيان مراوغ يقول في البيان أنهم إن الصحابة هكذا إن الصحابة لم يطيقوا نصا على الإمام علي يعني معناته كان هناك نص لكن الصحابة رفضوا لم يطيقوا قالوا ولكن الامام علي يعني قال لاسلمن هذه روايه موجوده في نهج البلاغه وكتاب نهج البلاغه يعني هو حج حجه عليهم لكن البقيه يعني بقيه الامه يرون انه ليس من كلام الامام علي، المهم قال انه لكني لاسلم ما سلمت امور المسلمين، يعني راعى المصلحه والا كان يرى ان له حق هذا فهو الكلام ويقولون إذا كانت اليوم تسبب إشكالية يعني وكأن مشكلتنا مع لفظ الإمامة وليس مع النظام نفسه الذي يوجب أن يكون هناك إماما من البطنين سواء كان مسمى إماما أو ملكا أو رئيسا المهم فيها العنصرية والنظام يعني هي نظام في الأخير لأنهم حاولوا أن وكأن المشكلة مصطلح مصطلح الإمامة والمصطلح أصلا هو مصطلح ديني فنحن نقول إمام المسجد ونقول الإمام الشافعي والإمام بن حنبل والإمام مالك يعني في المصطلح عند السنة تحديدا هو يعني مصطلح ديني أقرب إلى المصطلح الديني أكثر منه من المصطلح السياسي لكن عند الشيعة وعند الهادوية يعني هو واحد الأمر يعني الإمام الديني والسياسي المهم يعني هذا البيان يعني كان مراوغا إلى حد كبير ولم يتخلى عن الإمامة فاصل ونواصل الحديث عن هذا المجال أهلا بكم من جديد صدر هذا البيان قلنا قال انه ليسلمن ما سلمت امور المسلمين وانهم بامكانهم ان يتخلوا عن هذه الامامه وكلام كثير لم لم ينسف فيه فكره الاصطفاء الالهي ولم ي ولا نظريه الاحتكار حكر الامامه في البطنين ولكنه كانه كان يقول قد نضطر الى يعني التنازل عنها او السكوت عنها. مع ذلك هذه المراوغه طبعا هذا البيان يعني كان هناك ضخ اعلامي للترويج له بشكل كبير ولكن الذين تناولوه بدراسه نقديه وكان هناك دراسه من اروع ما قيل فيه وقال انهم يعني لم يتخلوا فيها عن الامامه وممكن ان يعودوا حتى عن هذا البيان في قادم الايام للاستاذ محمد زباره مقال جميل نشر في الصحوه عام 92 وهذا الكتاب هذه المقاله لمن اراد أن يرجع إليها بإمكانه أن يعود إلى كتاب خيوط الظلام للأستاذ عبد الفتاح البتول، جعله يعني في في الملاحق موجود المقال، وهو بالفعل يعني يعني قدم قراءة نقدية من الواقع يعني وكيف أنهم راوغوا في هذه القضية، مع ذلك رغم هذه المراوغة حول البيان الذي أرادوا فيها أن يروجوا أنفسهم أو يقدموا أنفسهم أنهم قد تجاوزوا هذه الفكرة في الجانب السياسي وإرضاء للحزب الاشتراكي هذا البيان رفض أن يوقعه رئيس الحزب مجد الدين المؤيدي أو نائبه بدر الدين الحوثي أو أي من علماء صعدة رفضوا حتى المراوغة في هذا البيان ويعني حاولوا الناس أن يقللوا هذا رئيس الحزب طبعا كانوا بمدرسة صعدة بالكامل قالوا هذا لا يعني إذا كانوا من, من الثمانينات وهم يعيدون فكرة الإمامة كيف بإمكانهم أن يعني مجد الدين المؤيدي أن يوقع على بيان يتنازل ولو شكليا أو يشكك أو حتى يراوغ في قضية يرى أنها أصل من أصول الدين بل أن مجد الدين المؤيدي يقول إن أدلة الحصر في البطنين هي أدلة متواترة واسعة العدد كثير ويعني إلى حد أنه يقول أنها متواترة ويورد آيات وأحاديث ومن السير ويلثق كل تلفيق وهذا موجود في كتبه المفارقة أنه بعد ظهور الحركة الحوثية حاول الناس أن يقولوا وجدوا عبارات لبدر الدين الحوثي ومقابلته في صحيفة الوسط وهو يقول الإمامة هي في البطنين يعني ونحن لا, لا نؤمن بالديمقراطية وما إلى ذلك و يعني حاول بعضهم ان يقول انها ان لمجد الدين المؤيدي موقف مختلف وهذا غير صحيح لكن في تلك الفتره كان الحديث عن الامامه لا يزال معيبا وحاول الناس ان يجعلوها في اسره الحوثي فقط وان يقولوا الاخرين قد تجاوزوها ومع ان العكس هو الصحيح لا يوجد أحد دافع ونافح عن الإمامة كما فعل مجد الدين المؤيدي ولهذا رفض بكل وضوح وكيف له أن يوقع على بيان يشكك أو حتى يجامل أو حتى يلتوي على هذه الفكرة وهو الذي دافع عليها شعرا ونثرا ويقول ويرى أن النظام الجمهوري مخالف للإسلام ويقول وهو يخاطب البيت أليس لجدكم في اللوح ذكر مع اسم الله لا يمحوه ماحي ومن قال الإمامة في سواكم كمن قال النبوة في سجاعي، هكذا يقول مجد الدين المؤيدي وله أبيات أكثر من ذلك وله صراحة يعني دافع عليها بأكثر من في كتاب من كتبه وفي شروحاته للشافي لعبد الله بن حمزة وفي مقدمته لكتب يعني لتراث الإمام الهادي وما إلى ذلك. يعني إذاً هذه الفكرة طبعا الذي وقعوها هم أربعة يعني منهم يعني محمد بن محمد المنصور وحمود عباس المؤيد وأحمد محمد الشامي طبعا بعد مرة السنين و يعني بدأت الحركة الحوثية سنة 2012 وعندما وقعوا على الوثيقة وثيقة الوثيقة الفكرية للحوثيين وعلماء صعدة ونصوا على الإمامة بوضوح وقع عليها بدر الدين وقع عليها علماء صعدة علماء صنعاء محمد المنصور وحمود عباس المؤيد وتساءل بعضهم مستغربا هذا تراجع عما كانوا قوقعوا في عام تسعين والحقيقة لم يكن هناك تراجع بيان تسعين لم يتراجع عن الإمامة أصلا ثم بعد يعني لم يكن إلا هذه الفكرة السياسية وكانت لهم يعني صحيفة وأسسوا أيضا منتدى شباب المؤمن في عام 92 وبدأ بدأوا بالاهتمام بالجانب الفكري واستمروا عليه يعني لم يكونوا رجال حزب أصلا هؤلاء لا يعرفون ما هي الحزبية وإن كانوا حاولوا بعض الشباب المتحمس أن يجعل من الحزب حزب الحق حزبا حقيقيا لكنهم فشلوا في ذلك واستمروا قيادة الحزب بأداء دورهم في ضخ الفكرة الهادوية الفكرة الإمامية وطبعا الحزب تحالف يعني في عام 93 كان مع الحزب الاشتراكي على اساس يعني اثناء الصراع بين الاشتراكي والمؤتمر باعتبار ان الاخوان المسلمين او الاصلاح او السلفيين ايضا يعني اقرب الى علي عبد الله صالح حاول الاشتراكي ان يمد يده الى حزب الحق ومع ذلك جاءت انتخابات اول انتخابات برلمانيه في 93 وحصلوا على مقعدين من صعده وفي 94 في الحرب كان لهم موقف مع الحزب الاشتراكي وقالوا انهم قاموا بمحاولات يعني للتخريب في صعده وما وغيرها والمهم انهم خرجوا بعد ذلك الى خرج الى ايران بدر الدين الحوثي وتبعه حسين الحوثي وخرجوا من حزب الحق ثم عاد علي عبد الله صالح ليلعب معهم لعبته الاخرى في اطار الشباب المؤمن واستمرت هذه الفكره يعني كان هناك الجانب الاخر يعني نريد ان نشير اليه ولو بشكل موجز وهو اتحاد القوى الشعبيه وهو الحزب الذي تاسس في الخمسينات برئاسه ابراهيم بن علي الوزير وهو حزب بن الوزير حقيقه والحقيقه ان الحزب رغم انه يعني هو اكثر يعني حاول ان يظهر بمدنيه وحاول يعني ان يخرج بعيدا عن الاطار التقليدي لكنه لم يستطع ايضا ان يتجاوز الامامه وظل حتى بدايه التسعينات وحتى ما بعدها كان يرى ان الامامه يعني هي النظام الالهي النظام الحقيقي والاشكاليه التي تحكمت بمواقف مؤسسي الحزب رغم انهم يعني ولم يكن له تاثير كبير واسع في الشام ان بنى الوزير وعلى الوزير كان الساعد الأيمن للإمام يحيى، وهو الذي وطّط له الحكم في تعز وفي وفي إب وفي كثير من المناطق. ثم بعد ذلك أقاله وبعدما الأولاد كبرت وحل محله ابنه أحمد. فلما جاء الثور الثمانية استعان الثوار ببيت الوزير وكان علي الوزير هو رئيس الوزراء في حكومة الحكومة الدستورية. ففشل الثورة الثمانية واربعين وانتقم منهم الإمام أحمد كما انتقم من بقية الثوار فكان هناك صراع بينهم وبين بيت حميد الدين وكانوا يطرحوا أنفسهم هم البديل فلما جاءت ثورة 62 ثورة جذرية قضت على الإمامة من جذورها وألقت فكرة الإمامة هنا كانوا يعني هم ضد بيت حميد الدين لكنهم أيضا ضد الجمهورية ولهذا حاول بني رؤية أخرى يعني سموها الطريق الثالث سموها كانوا يدعون إلى قيام دولة إسلامية وإلغاء فكرة الملكية المملكة المتوكلية والإمامة أو الجمهورية أيضاً واستفتاء الناس بالاسم لكنهم ظلوا بنتاجاتهم يعني يؤكدون على الإمامة ويعتقدون انها النظام الافضل وان بيت حميد الدين هم من انحرفوا بها. طبعا مع قيام التسعينات تطورت كتاباتهم قليلا لكنهم لم يتجاوزوا، يعني مثلا افضل يعني اقصى ما وصلوا اليه انهم اعتبروا ان القول بحصر الامامه في البطنين انما قاله ابو الجارود، وقال زيد الوزير في احد كتبه في كتاب حوار مع المطرفيه وقع فيه تناقض عجيب، هو يقول ان يعني ابو الجارود هو من قال بالنص والوصيه وهو بذلك يخرج عن الزيديه تماما ولا علاقه له بزيد لان زيد بن علي لم يقل بالنص ولا بالوصيه وهو هنا كلام علمي جميل لكنه عندما ياتي الى الهادي يدافع ويعني عن زيديه الهادي ويقول ان الهادي لم يخرج يعني مع اعترافه ان الهادي يقول بالبطنين يعني وبل أنه وضع عنوانا هل كان أبو الجارود هادويا يعني وهذا أمر عجيب أن يأتي من كاتب كبير كزيد الوزير لكنه يعني فالهادي أتى بعد أكثر من مئة عام بعد أبو الجارود وعبد الله بن حمزة وهو أكثر الأئمة تعصبا يقول كل الأئمة بعد زيد بن علي جارودية وأتباعهم كذلك ففكرة البطرين هي فكرة جارودية لكن الأئمة في اليمن تبنوها منذ الهادي وحتى بيت حميد الدين لم يستطيعوا ان ينتقدوا الامام الهادي بل يعني يعتقد ان هناك العنصريين الذين يحاولون النيل من الامام الهادي والنيل من ائمه الهدى واقصى ما وصلوا اليه بمراجعاتهم الفكريه انهم نقدوا عبد الله بن حمزه في صراعه مع المطرفيه مع ان كثيرا مما طرحه زيد الوزير ايضا يعني فيه مغالطات كثيره كان يرى انهم خلص الشيعة وكانوا من المخلصين لال البيت في حين وهم الحقيقه وانهم لم يخرجوا عن قضية لم يقولوا بالمساواة ولم يدعوا إلى لم يقولوا بنقض النظرية السياسية للهادي والحقيقة بما تبقى من تراثهم أنهم صحيح لم يدخلوا في صراع مع قضية البطنين ولم يكونوا دعاة سلطة المترفية لكنهم تبنوا نظرية المساواة وهي بالأساس وأنه لا فضل إلا بعمل وليس هناك فضل بالنسب وأن من يعني يتباهى بنسبه او يرى الفضل بنسبه انما هو يتبع ابليس وفكره هذه الفكره هي تنسف فكره الامامه اصلا لان الامامه وحصر الامامه في البطنين انما تقوم على اساس ان هناك تفضيل بالنسب لهذه السلاله ظلت هذه الفكره الى جانب ان يعني ابراهيم الوزير رحمه الله كان يرى ان الثوار بايعوه بعد ذلك انهم بايعوه في في سجن 48 وهي يعني امر غير صحيح، لم يتكلم احد من هؤلاء الثوار الذين قال انهم اتوا له البيعه ومنهم القاضي الشماحي والقاضي عبد الرحمن الارياني وكبار رجالات اليمن. والحقيقه في تلك الفتره لما سجن بعد ثوره 48 كان عمره لا يتجاوز 14 عاما. ومن غير المعقول يعني كما يقول يعني الشماحي أن الثوار كانوا يفكرون بنقض نظرية الإمامة حتى قبل 48 لكنهم وجدوا أن القبائل غير مهيئة وأنهم لم يهيئوا أنفسهم لها فتبنوا مؤقتا اختيار إمام هاشمي وإمامة دستورية لتكون محطة من محطات نضالهم للقضاء على الإمامة بأسرها فلما فشلت ثورة 48 بدأوا فورا بعد دخولهم سجن حجة للبحث عن إطار أوسع وعن وبدات الافكار الجمهوريه بعد ذلك وبدا فكرهم الجمهوري للقضاء على الامامه فكيف يبايع ابراهيم الوزير لكن هذه الفكره أنه كانت هناك بيعة له كما يقول ظلت متحكمة بمواقفه يعني صحيح أن عداءهم مع بيت حميد الدين كان مستحكما لكنهم أيضا ظلوا يحملون حقدا كبيرا على الثورة الذي يسمونها انقلاب في كل كتبهم يسمون ثورة 26 سبتمبر أنها انقلاب وحاول خصوصا زيد الوزير أن يقدم بعض الدراسات النقدية لكنه لم يخرج من إطار خشية أن يستفيد العنصريون كما كان يقول بل كان يعني له كلام كثير وهناك يعني تناولتها بدراسات واسعة ستظهر في أحد الكتب إن شاء الله تعالى وخلاصة الأمر أن كلما كان التيار التقليدي في اليمن وحزب الحق والمتمثل سواء بحزب الحق او بعد ذلك بالشباب المؤمن ومدرسه صعده وما الى ذلك باستثناء طبعا بعض القيادات حزب يعني الشباب المؤمن غير الهاشميين الذين توافقوا ببعض الدراسات يعني مع بيت الوزير وكان لهم دراسات نقديه وحصل لهم تكفير من مجد الدين وغيره. كلما كان هناك ضغط كبير على زيد الوزير للتراجع عن افكاره التجديديه التي يعني كان قد بداها ونقد ونقدها باستحياء في كتبه القديمه، ويعني كتاباته مع بدء ظهور الحركه الحوثيه كانت تحمل تراجعا اكبر وهو للاسف ما ظهرت فيه مواقفهم بعد ظهور الحركه الحوثيه، والخلاصه ان انه لم تحدث هناك مراجعة حقيقية لفكرة الإمامة ونظرية الإمامة سوى شذرات ودراسات نادرة قليلة جدا كانت مواربة وخجولة في وتحميل يعني كما فعلها بن الوزير وهم أفضل من غيرهم على الأقل قد نقدوا الفكرة وإن كانوا قد حملوها لأ يعني لأب الجارود ودافعوا عن الهادي وعن من جاء بعده وباعتبارهم أئمة هدى وحاولوا يحملوا وزر الإمامة بيت حميد الدين وكانهم انحرفوا بالامامه فقط عندما ابعدوهم ابعدوا بن الوزير من السلطه ومع ذلك لم يكن لهذا الفكر الذي كان نخبويا جدا مع اسره بن الوزير الذين عاشوا خارج اليمن لم يكن لهم تاثير بالداخل وكان الفكر التقليدي الذي يرى الامامه اصل من اصول الدين هو السائد في صعده وفي حجه وفي صنعاء وفي غيرها من المدارس وخلال عقد من التسعينات استطاعوا ان يكونوا جيلا جاء بعد ذلك حسين الحوثي لينقل من النظرية إلى التطبيق، وهو ما سنتناوله في الحلقات القادمة إن شاء الله.